فالأحد انطلق أسبوع التخضير في عدد من المدارس هناك، وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي، إضافة إلى التعبير عن المسؤولية المجتمعية للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وجمالياتها. ويمتد أسبوع التخضير في الكويت هذا العام من 15 أكتوبر وحتى تاريخ 21 من ذات الشهر، ولا تكون الفعاليات فقط في المدارس، ولكن المواطنون أيضا يقومون بزراعة المساحات الصحراوية ويعملون على زيادة الغطاء النباتي ومحاربة التصحر. وأكيد للحديث عن أسبوع التخضير عفوا في المدارس، الموضوع اللي معانا لازم تنضم إلينا الأستاذة رانيا الراشد، معلمة تربية. يا مرحبا فيك مساء الإمارات. يا هلا فيكم وأهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد أني منضمة لكم ومشاركة وياكم في هذا البرنامج الجميل مساء الإمارات. حياكم لكم. حياك الله. طبعا اكيد كل شكر لك على انضمامك لنا في الهاتف من الكويت. لو نقدر نتكلم عن كيفيه بدايه هذه الاجواء، خلينا بدايه كيف كانت ايام الاولى من اسبوع التخضير. بدايه ولله الحمد كانت ايام جدا جميله ورائعه، لان هذه الفعاليات يتم الاستعداد لها مسبق، يعني ضمن خطه توزيع من بدايه السنه على كل مدارس الكويت، فكل يعني معلم ومتعلم يستعد بافضل فعاليات والاستمتاع بهذه الفعاليه من خلال يعني تدري ما شاء الله اولياء الامور هم نفس الشيء يستعدون حق هذا اليوم بانهم يشترون شتلات درع حق المتعلمين، فتكون في روح التعاون وروح محبه ان الطفل او المتعلم انه يزرع في الأرض سواء كان بديرته أو برا ديرته. جميل. طبعا لو تخبرين أستاذة كيف تشوفون تفاعل الطلاب والمدارس مع هذه الفعالية، وشو تأثيرها وأهميتها عليهم؟ طبعا نعم، كل المدارس والمؤسسات عندنا بدولة الكويت تستعد وتحرص على إقامة هذه البرامج التوعوية والترفيهية بحيث أنه يحرص مثل ما قلت لكم أولياء الأمور على هذا الشيء، فإنه يشترون الملابس الخضراء والشتلات ويوزعونها، وتأثيرها النفسي وايد وايد إيجابي بحيث أنه يعني تكون في ثقافة لحماية الثروة الزراعية. واحنا طبعا احنا نلاحظ ان هذه الشغله قاعده تصير مو بس في المدارس عندنا، ترى حتى في الدوائر الحكوميه نحرص على هذا النشاط بصراحه. جميل جدا. طبعا من الممكن الحين يجيني سؤال، هل المدارس كلها في الدوله ستشارك في اسبوع التخضير، وشو اللي يضمن هذا الاسبوع؟ طبعا اهميه طبعا كل مشارك عندنا، كل المدارس مشاركه تشجيعا لهذه الفعاليه المميزه واللي لها الكثير من الإيجابيات، وكل شخص طبعا لازم يدري ويكون ملم بأهمية النباتات ودورها في تهيئة المناخ في الدولة. عفوا من نواحي كثيرة، طبعا من نواحي كثيرة لها تأثير، فالنبات هو مصدر للحياة والراحة، تدرون استقرار وأجواء، كما هو مصدر رئيسي للحياة لكل المخلوقات. نعم. فأكيد الزراعة جدا مهمة للبيئة، وبعد شنو على قولتهم النظر للجمال يعطي جمال، يعطي راحة نفسية، فهو على قولتهم شو صحة نفسية أكثر. أكيد طبعا لهم. كل شكر لك رانيا الراشد معلمة تربية على هذه المداخلة، شكرا لك. تسلم الله يعطيكم العافية. مشكورة الله يعطيك العافية، مع السلامة.